رئيس حالي نتاع السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات راه خدا قرار ومضاه على أساس تكون فيه قوائم احتياط تؤخذ بعين الاعتبار لما يجي الوقت الرسمي نتاع مراجعة الانتخابات. الوقت الرسمي نتاع مراجعة الانتخابات هو محدد قانونيا، لما نمضي أنا المرسوم اللي يستدعي الهيئة الناخبة ثم ندخل في مراجعة القوائم الانتخابية، تكون القوائم هذه الاحتياطية تكون جاهزة. علاه قوائم احتياطية؟ لأن الناس بشغالها، ما يبقاش يستناك أنت حتى يجي لك اكتضاد لمدة 20 يوم تاع مراجعة رسمية، يعطيك الاسم تاعو، يعطيك العنوان تاعو، يعطيك كذا. خلي احتياط نهار اللي تفتح القوائم رسميا دمجوا في القوائم وخلاص. ابتداء من الاسبوع المقبل ان شاء الله ممكن يتصلوا بالقنصليات يسجلوهم مؤقتا مش في القائمه الرسميه، في قائمه احتياطيه، وهو على الدور نتاع القنصليه هي اللي من بعد تدمجهم في القائمه. المواطن منين يسجل نفسه خلاص. ماذا بخصوص الجزائريين المقيمين في الخارج بطريقة غير قانونية؟ هم يطالبون السفارات الجزائرية في كل مرة بتسوية وضعيتهم بالحصول على جواز سفر، هل من جديد بهذا الخصوص؟ يكون فيه جديد. أنا التزمت مع ناس اللي خدوا عن اعتبار هذا الملف على أساس أن أعتقد من على شهرين ما نزيدش نسمع بالموضوع هذا. صحح الأوضاع نتاع كل إلا لما تكون فيه إشكالية أمنية ولا قانونية، ديك حاجة أخرى. ما الأغلبية الساحقة نتاعهم هي صحوا لهم الأوضاع نتاعهم.